قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقتها الأفضل. وأمر بها أن تؤدى أي زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، يعني من صبح يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا وقتها إيش؟ هذا وقتها الأفضل. لكن هذا ما يتسنى للناس جميعا، لا يتمكن الناس جميعا من إخراجها صبح يوم العيد لانشغالهم بصلاة العيد والتجهز لها، لكن هذا هو وقتها الأفضل. فمن استطاع أن يخرجها قبل صلاة العيد، يعني بعد أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الفجر، يخرج زكاة الفطر، هذا وقتها الأفضل. لكن قلنا هذا لا يتمكن منه الناس جميعا، وبالتالي فيجوز أن يخرجها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، لا مانع من إخراجها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، كما أفتى بذلك الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، كما في حديث ابن عمر: كنا نخرجها قبل يوم أو يومين من العيد. وزاد الشيخ ابن باز ثلاثة أيام، لأنه قد يكون رمضان إيش؟ 29، أن إذا كان رمضان 29 فقد أخرجتها قبل كم؟ قبل يومين. وإن كان 30 فقد أخرجتها قبل كم؟ ثلاثة أيام. فهذا من حيث الجواز، وأما من حيث الأفضلية فوقتها الأفضل بعد صلاة الفجر يوم العيد.